موجز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. استقبل مطار القاهرة الدولي شحنة من لقاح فايزر الأمريكي والتي تقدر بنحو 1,600,000 جرعة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية هدية من حكومة واشنطن إلى الشعب المصري، وذلك تمهيدا لتوزيعها على مراكز اللقاح على مستوى الجمهورية. وكان في استقبالها عدد من مسؤولي مطار القاهرة ووزارة الصحة، وتم تفريغ الشحنة داخل قرية البضائع داخل حاويات خاصة مجهزة بدرجات حرارة مناسبة لطبيعة اللقاح، وذلك تمهيدا لنقلها لمخازن وزارة الصحة. أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تدريس اللغة الأجنبية الثانية من الصف الرابع الابتدائي في مدارس اللغات كما كان في الأعوام السابقة، ولا جديد في هذا الأمر. وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن أن نظام التعليم الجديد يصل هذا العام إلى الصف الرابع الابتدائي، حيث تقرر تدريس كتب جديدة تماما مع تطبيق نظام جديد للتقييم. أعلنت شركة المترو عن موعد بدء استخراج اشتراكات الطلاب، موضحة أنه ابتداء من 2 أكتوبر المقبل سيتم استخراج الاشتراكات مع بداية العام الدراسي الجديد من كافة مكاتب الاشتراكات الموجودة بمحطات الخطوط لمترو الأنفاق. وأوضحت الشركة أن أي طالب يمكنه التوجه لأي مكتب اشتراكات بأي محطة وشراء استمارة طلب قيمتها 5 جنيهات وملء بياناتها ثم ختمها واعتمادها من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع لها. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر ستكون حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من كل عام، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر. وتتفاوت درجات الحرارة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر لهذا العام، حيث يكون الطقس باردا ليلا على شمال البلاد، ويقل تدريجيا الشعور بارتفاع نسب الرطوبة ومدى تأثيرها على درجات الحرارة المحسوسة. كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مصير بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة. وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية إن موسيماني مستمر مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة ولا توجد أي نية لرحيله عن القلعة الحمراء. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.